مشاهدي لوسيت تي في، اهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من برنامج لوسيت برونوستيك باي كوتي سبور، البرنامج الخاص بتوقعات نتائج المباريات الوطنيه والدوليه. سعيد ان يرافقني كما العاده الصحفي المقتدر نوردين الكراكي. سي نوردين، مرحبا وشكرا على تلبيه الدعوه. مرحبا في خدمه مشاهدين لوسيت تي في. سي الكراكي، اليوم غنناقشوا مباريات ديال ربع نهائي كاس العرش. نبداو باول مقابله اللي غادي تجرى يوم غد الثلاثاء امام بين رجاء بني ملال وحسنيه اكادير. بسم الله الرحيم. كاس العرش عنده خصوصيات، كان كلشي كيتفكر الوقيته فاش مجد المدينه فرقه ديال الدوزيام ديفيزيون العصبه كاع وقعت الدوزيام ديفيزيون داو كاس العرش، وحتى بالنسبه لاوروبا الانجليز وانسداي ما عليناش، هذا هو الخصوصيات ديال كاس العرش. وكانوا عندنا فرق متخصصين في كاس العرش، منهم المول ديال الوجديه، نادي المكناسي، اتحاد سيدي قاسم، جيش ملكي الى اخره. رجعوا للبطوله ديال كاس العرش برجاء بني ملال، يعني فرقه ديال لا ديفيزيون برو 2 مع الحسنيه. رجاء بني ملال على بقوا على انتصار ضد بن كرير بالنسبه للبطوله. الحسنيه خاضوا تجربه كبيره في كاس افريقيا، يعني ولا فريق يعني وجايين في واحد جايين في خط تصاعدي. اذا ما كنظنش واش الحسنيه يخليو يعني تفوت لهم هذه الفرصه باش يلعبوا نصف نهائي. اذا الحسنيه تقدر تفوز على بني ملال في عقر دارها. نمشيو المباراة الأولى اللي غادي تقام يوم الأربعاء المقبل إن شاء الله، اللي هو الكلاسيكو ديال المغرب بين فريقي الرجاء الرياضي والجيش الملكي. هذه فينال، هذه فينال قبل الأوان، ما فينال. الجيش الملكي خط تصاعدي، الرجاء كذلك هو مثال، ولابريسيون ديال الجمهور كنعرفوها، ما يعني صعيب باش يقبلوا يخرجوا من هذه الواجهه، هذا لو فرون. الرجاء هو خد شويه ديال التجربه لي جوار، انا كما كنقول لك الجمهور هذا يقدروا يجيبوا مفاجاه من الرباط. التوقع ديالك السي الكراكي؟ مفاجاه، قلت لك يجيبوا مفاجاه من الرباط، الرجاء تنتصر. نمشيو المقابله قمه لا تقل اهميه على اللي ذكرناها سابقا، تلك التي تتجمع بين فريقي الوداد الرياضي وشباب المحمدي. شباب محمدية هو فريق اللي كان كيعرف عرف كأس العرش، فراس وما أدراك ما فراس، سي أحمد مول الكرة. الوداد ثلاث الواجهات ولا أربعة الواجهات، لا ليغ دي شامبيون، بطولة، كأس العرش. العامل ديال الجمهور كيلعب دور كبير، العامل ديال الجمهور، لا بريسيون اللي كدار. يعني الوداد يقدو ينتصروا على الشباب محمديه، يعني بزاف ديال لي بارامتر باش كيخليو الوداد زعما يقدو ما يبغيو يبقاو في كاس العرش، حيت عندها هي الفرق كلها متساويه، زعما كلشي كيبغي عاد العرش، هذا راه وطني يعني عزيزه على جميع المغاربه. ولكن الوداد باللاعبين ديالها، حتى الشباب محمديه عندهم مؤهلات، ولكن الوداد يعني كتبقى ليها واحد الحظ باش تنتصر. نمشيو للمقابلة الأخيرة اللي غتجمع بين فريقي المغرب التطواني والمغرب الفاسي. المغرب التطواني والمغرب الفاسي، مقابلة ملعوبة في طنجة، تيرا نوتر. المغرب الفاسي عندها حتى هي عندها ذكرى، عندها تاريخ مع كأس العرش. المغرب الفاسي عندها تاريخ، لي بونو، ايامة هزاز، يعني عندها مرحوم هزاز، عندها ذكرى. المغرب الفاسي غادي يكونوا متحمسين اكثر باش ينتصروا، وكتبقى ديما الماس تبعها واحد الشهره ديالها. المغرب التطواني كذلك، غير المغرب التطواني زعما الى مشاو في البطوله يكونوا احسن، الى مشاو في البطوله. المغرب الفاسي كنظن يقدروا يجيبوا الانتصار من مدينه طنجه. نتمنى واحد موفق لكل الانديه ديالنا الوطنيه. سي الكراكي، شكرا مره اخرى على قبول الدعوه. مرحبا. وحنا كما العاده مشاهدينا عطينا توقعاتنا في انتظار الاراء ديالكم.